زينب. تفضلي ست هاندام. هذا الكلب اللي بغرفة فرهاد بده يضل معنا بالبيت؟ والله ما بعرف يا خانو، لأنه صارت ريحة الكلب بكل البيت. على كل حال منيح إنه ما بيمشي هون وهون على كيفه جوا البيت. في ناس ما بتعرف للأسف ولا الذنب. عم بتقولي شي يا تار؟ الظاهر بقي هالكلب المسكين لحتى تتدخلي فيه، صار هلأ دوره صح؟ صباح الخير. صباح الخير. عصير الليمون جاهز يا هوليا؟ ايه جاهز، تفضل. شكرا لك. لو سمحتي بس خلصتي، في مجال تنقلي لي غراضي اللي بغرفة الضيوف لغرفة نامك؟ حاضر تكرمي. انا عم فكر اعمل شوية تغييرات بغرفة النوم، ورح غير بالصالون كمان لأنه في كتير شغلات لازم تتغير. شو رأيك يا ست هاندام؟ بس هاد قصدي الفرش، يعني تعودنا عليه. بس التغيير رح يفيدك كتير يا ست هاندام، لأنه أنت ما بتطلعي من البيت نهائيا. ما مليتي وأنت عم تطلعي على نفس الشغلات كل يوم؟ لا تخافي رح يعجبك كتير. أيوة ست هاندام، شفتي كنتك الجديدة؟ ضلي هيك عم تدللية وعطية وش كمان، ضلي هيك وشوفي شو رح يصير فيكي. صباح الخير. عدي يلا. ما رح أقدر أكل شي إبرو. اي لا ما بصير هيك، كلي لو بس لقمتين. يلا طيب اعطيني حبتين زيتون وما بدي شي تاني، عن جد مو قدراني اكل ابدا. ايه شو بده يصير؟ رح تتطلقوا يعني؟ ما بعرف لسه شي، ماني قدراني حتى افكر. يعني شو بالاخر؟ ما بعرف ابرو، ما بعرف لسه، وبترجاكي لا تسأليني هيك أسئلة ما بعرف جوابها. ماشي لا تعصبي، أنا عم أسأل إذا قررتي شو رح تعملي وبس. لا وما بدي يكون عبء عليكي أكتر من هيك. أصلي رح أزعل منك، أنا كنت عم أحكي بشي تاني. قصدي شو قررتي تعملي بأيامك الجاي؟ برأيي تتركي الأمور تمشي لحالها، روحي على المشفى وشوفي شغلك، يعني كملي حياتك مثل ما كنتي قبل فرهاد. فاضية. كملي مثل ما كنتي. رح حاول، أنا رح غير ثيابي. فيني أخذ شي من عندك؟ أكيد فيك. أنا آسفة بس كان معي حق يا إيديل. ولشو هالحكي من عند الصبح؟ غالباً ما شفتي هاد. عنوان حلو كتير، لأجل الحب. الاسم القوي المرشح لرئاسة البلدية نامق أمير هان. وجد الحب ونسي الرئاسة. السيد نامق أمير هان الذي انسحب من الانتخابات منذ فترة قصيرة، اتضحت أخيراً أسباب هذا القرار المفاجئ له. وحسب الأخبار المتداولة، نامق أمير هان على علاقة حب مع مستشارته الإعلامية، ويسيران نحو الزواج بخطوات سريعة، وواضح جداً تأثير هذا القرار الذي اتخذه. آخ يا إيديل الغالية، شايفة؟
اللي كتب هذا الخبر ما تنازل حتى وذكر اسمك جواته، قال المستشارة الإعلامية وخلص. بس أنا حذرتك وقلت لك إنه هذا بيضل اسمه إعلان، وقيمتك أنت هيك من قيمة هذا الإعلان اللي هون. أصلاً بتعرفي ما كنت حابة أوضح لك، وما هيك قلت لك. أصلي المفتاح معك مو هيك؟ ايه عندي، خدي. لا حبيبتي روحي، أنا طلبت تاكسي، عندي شغل بالبنك بخلصه وبعدين بلحقك. ماشي؟ ماشي. أصلي روقي، اتفقنا؟ رح حاول. سلام. سلام. يسلموا إبرو. توقفي. مين انت؟ شو بدك؟ قلت لك لا توقفي. يلا. مين انت؟ إبرة. دوسي ولا توقفي بسرعة. فرهاد، فرهاد هلا خطفوا أصلي. طلع في رجال قاعد بالمقعد الخلفي بالسيارة الحمراء، الحقه. عن إذنك إبرو؟ ألو؟ جيم؟ خطفوا أصلي، الحق. مين هذا اللي عم يلحقنا؟ جاوبي، مين هذا اللي ورانا؟ بعد شوي رح تعرف لحالك مين هذا اللي عم يلحقنا. دوسي بنزين، دوسي يلا بسرعة. لوين رايحين؟ أنا كم مرة قلت لك أمي؟ رح ناخد كامل لعند المرضعة. وليش حتى ما تجي هي لهون؟ لأنه هي مريضة بركبتها ما فيها تمشي. ابعت السيارة تجيبها. فهميني أمي، أنت ليش عم تتدخلي بشغلي؟ إيه عفواً منك، لأني عم بتدخل بشغلك برضاعة الولد ابني. يا ريت كان عندك شغل حقيقي لا اتدخل فيه. خوف منك يا أمي، امشي يا جلسوم. تفضلوا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.